وتعود عرضيات بيكم مع الراسينيرو في الكرة الماضية الممتازة أرضية الملعب. وهذا هو اللاعب ماركو روسي، محاولة إلى رونالدينيو، لمسة للأمام، يا سلام ملعوبة والكرة الخطيرة، ورونالدينيو من أمامه ما بينه وبين بيكم. ولاحظ أنه في عام 2000، اليوم أصدقاء ولكن كانوا أعداء في عام 2002 عندما تقابلت إنجلترا والبرازيل في كأس العالم. إلى بيرلو محاول الأمام، واليوم حقيقة في كلام جميل من جانب المدرب البرازيلي كارلوس دونجا. على بدأت بالابتسام عندما أشاهد رونالدينيو يعود إلى تألق المعتاد وأبواب المنتخب البرازيلي. ضربة جزاء لميلان، 13 دقيقة تقدم، واي صدها، أي صدها ماركو أميليا، لكن كانت سهلة. ما كان مع فريق نادي ميلان هذه الكرة تنحق الأفضل، ولا زال نادي جنوى حتى الآن يدافع، وضربة جزاء ضايعة عن طريق هذا النجم، يا سلام يا سلام، لكن مدويا من جماهير نادي فالنسيا سواء في المستايا أو أيضا في مدينة فالنسيا. هنا محاولة المرور من جانب تقابل الفريقين في هذا الملعب العام الماضي، تعادلوا هنا 1-1. بيكم اللي يعود اليوم، قوة شخصية، قوة شخصية، واحد غيره قال لك لا والله ضيع الأولى وما في جماهير ميلان وما يرحمون ويتعبوني وأنا مبناقص. تقدم الآن، جول جول، الثانية فيها هدف التعادل لميلان، هدف التعادل لميلان في اللعبة الثانية في ضربة الجزاء الثانية، والعناق البرازيلي الإنجليزي، وطبعا هنا يرقص السامبا. عود من جديد المباراة إلى نقطة التعادل، إلى نقطة التعادل. هو ما أدري ليش غير، كلما سدد على يمين الحارس كلما سدد، من أجل أن يضم الموهبة البرازيلية الصغيرة الكبيرة، ولدينا النجم الكبير الآن الذي يتقدم في المكان الممتاز. وحكم المباراة هذه المرة الحس التدريبي إطلاقا، وتشعر بل إنك تشعر أنك أمام مدرب متمرس. محاولة الآن إلى، يا سلام يا سلام، كرة ملعوبة لرونالدينيو، مرور موجود والكرة عرضية للأمام، لكن ماركو أميليا يسيطر على الكرة، لكن كرة ملعوبة أيضا. لقب آخر ما سجل في ذاكرة الفريق الكبير جدا نادي جنوى. بوريلو يحظى، جينارو جاتوزو، إرسال الكرة الأمام إلى رونالدينيو، يرسلها ويتركها الآن، والتقدم بشكل ممتاز للاعب أمبروزيني. مباراة ممتازة للقائد، ويا سلام واللمسة، ما أجملها، جول جول، هدف يهني أمبروزيني، ولكن لمسة قاتلة ممتازة، يا ريت يتابعها. فريق ميلان يقدم موسم ممتاز حتى الآن، يا سلام اللمسة من رونالدينيو، وبوريلو الآن في المكان المناسب، وهذه الكرة خطيرة، لا زالت خطيرة، تعود الآن إلى رونالدينيو، يا سلام العرضية الموجود الآن، والكرة والتفاعل في المدرجات، لأن رونالدينيو يقدم شيئا، مو بكل شيء لكن شيء من ما كان يقدمه عندما كان الساحر. وهذه لمسة من لمساته الراقية التي اعتاد عليها مشاهد الجزيرة الرياضية في الليغا الإسبانية قبل سنوات ليست بالبعيدة. كرة ملعوبة، الخذ موجودة، والهات كانت ترسل الآن إلى يا سلام، مرور جميل، وضرب الجزاء، ضرب ثالثة لميلان، يا لها من مباراة اليوم، 3 ضربات جزاء لميلان. وليتذكر من يعشقون الكالتشيو، متى كانت آخر مرة حصل فيها نادي على 3 ضربات جزاء في مباراة واحدة؟ في اعتقادي يعني له مكان. شايف هذه ضربة الجزاء اللي تعازمون عليها وبعدين قرروا، برافو والله، برافو. ماركو روسي للأمام ملعوبة ومقطوعة من جانب أباتي رونالد، يا سلام وسلامات التالي هو يوم من الرياض على الجزيرة الرياضية
وبطولة أمم أفريقيا القادمة بحول الله تعالى أيضا عبر الجزيرة الرياضية بداية من الأحد القادم في المباراة الأولى لأنغولا أمام نادي أو أمام منتخب مالي، أيضا افتتاح بطولة أمم أفريقيا.